وهي مكانها فين دلوقتي؟ قدام الفيلا اللي فيها الفرح. اقول لك العنوان؟ طب ابعت العنوان وانا مسافه السكه وابقى عندك. يلا سلام. في عرض وما عندنا ساب علي واقفه في الشارع وتعبانه. بقول لك ايه، خد انت العربيه وانا اروح لها عشان ما تتاخريش. لا انا رجلي على رجلك، مش هسيبك، هاجي معاك. يلا يلا. ياما ايه اللي حصل؟ مالك؟ ولا استلزم اعملها ليكي، فده جزمتك. هو ايه اللي حصل لكل ده يا طنط؟ انا مش فاهمه حاجه. انا اتهنت يا عرب، اتهنت قدام كل الناس اللي كانوا جوه. انا اتكسرت يا عرب، انا اتكسرت يا ابني. ما تقوليش كده يا ماما، ايه ده عشان خاطري؟ قسما بالله لا اجيب لك حقك لحد عندك. انا اخش اهدي لك دلوقتي الفرحه مع زميلي فيه. لا مش هينفع. لا يا عرب في دماغك خالص. لا يا حبيبي، مهما كان ده اخوك. بص انت كده دي مشكله هتخليها اتنين. مامتك مش هتعمل حاجه اصعب من كده. اسمع كلامها يا عرب، انا حقي يا ابني عند ربنا. انا بس كل اللي حاسس في نفسيتي اني اتهنت قدام كل الناس. أنا اتكسرت يا عرب. تقوليش كده يا أمه، معاش اللي يكسرك ولا يمسك بحالك. حد يبقى عنده أم بالكمال ده وأخ زيك ويعمل كده؟ والله العظيم هو الخسران. متزعليش نفسك عشان خاطري. بطن قلابة، حقك عليا. بالله عليكي ما تزعلي، ربنا بيسامح في كل حاجة. إلا أخوك الوالدين ده دين وربنا ما يرضاش بده. بكرة علي ده هجيب الخلفة اللي تعمل فيه كده زي ما عمل فيك، عشان ربنا ممكن يسيب كل حاجة للآخرة. إلا لو عمله معاكي هخلص منه في دنيته وحاسبه عليه في الآخرة. لا لا يا عرب، أنا مرضاهالوش يا ابني، مرضاهالوش أبدا. يا عرب استنى استنى عشان خاطري.